يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الفني المدرب شوقي غريب لخوض مواجهته الودية أمام نظيره الهولندي في الرابعة عصر اليوم، ويأتي ذلك في إطار معسكر منتخب مصر بإسبانيا استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. ويذكر أن منتخب مصر كان قد نجح في تحقيق الفوز في وديته الأولى بالمعسكر على منتخب أمريكا الأولمبي بهدفين نظيفين.